الرحمن الرحيم. فالمنتخب الوطني في هذا كاس العالم شرفنا صراحه، فرحنا بزاف. مقابلات كلها قدمها بواحد الروح، لهذا الروح شفناها شحال ما شفناهاش في المنتخب الوطني. وليد الكراكي صراحه زرع الطاقه هذه في هذا الشباب هذو اللي كاين دابا الان، كيمزج ما بين الشباب والخبره. الحمد لله لحد الان وصلنا ربع النهايه. مقابله ديال المنتخب البرتغالي تكون مقابله صعيبه بزاف بزاف، لان اللاعبين قاموا بمجهود كبير في هذه المقابله الاخيره ديال اسبانيا، باش انك تجاري المنتخب الاسباني 120 دقيقه في بهذا الريتم هذا وبلوك بلوك با، صراحه صعيب بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله المقابله ديال المنتخب البرتغالي ان نتاهلوا ان شاء الله وندخلوا التاريخ ويكون اول منتخب عربي يوصل لنصف النهائي ان شاء الله. نتمنى ان اللاعبين يقدموا المجهود ديالهم كامل، لان هذه المقابله بالنسبه لنا ندخلوا للتاريخ. كنتمنى انهم يقدموا مجهود، واخا كاين شويه العياء، كنتمنى يقدموا مجهود كبير كبير للشعب المغربي باش ان شاء الله يكون يدخلوا التاريخ ان شاء الله.